كيف اتعامل مع الزوج اللي هو اخر العنقود، ممكن يكون شخصيتها تكون مش بالقوة اللي احنا يعني نحتاجها. يا حبيبتي هذا طبع فيه، يعني ما نقدر نلومه وايد، بس في نفس الوقت لازم هو يشد عوده. يعني هو اخر العنقود، دلل وعطو، ويمكن بعد يمكن قبل اخوات، يمكن دام انه في حد قوي في العائله ياس يدير الموضوع. اذا شخصيته ما ياخذ قرارات سريعه او معتمد ان انت تاخذين القرار، معناته هو معتمد ان يكون في مراه قويه في الموضوع، ممكن امه، ممكن اخته الكبيره. ضعيف الشخصيه، هو يبغى يكون ضعيف شخصيه، هو اختار انه يكون كذلك، هو اختار انه يرجع لورا وخلاص. يعني ضعيف الشخصية ممكن يكون عنده تواكل اكثر، يعني خلاص في حد ثاني يفكر، خلاص انا ما بفكر، في حد ثاني يسوي انا ما بسوي. فهي بدت كسل وبعدين استوت ضعف الشخصية، انت تلقيتي النتيجة كزوجة. فالتعامل معاه انك انت دائما تعطينا مثل الطفل، تعطينا. الحين بتقولين دكتوره كلكم تقولون دائما الرجال طفل، لا عموما هذا النوع بالذات لازم تدعمينه انه قول سوي كذا. اعرف انه احيانا يكون خايف انه ما يبغى يقول، انت ليش ما قلت، انت ليش ما تكلمت، او في موقف معين مثلا في الاسره يحصل شيء عليك انت، هو ما يوقف لك، هو ما يكون. هذه تي مع الوقت، تي مع الوقت بيتطور صدقيني. ما في حد، العادات كلها تتغير ب 21 يوم ل 40 يوم. رمضان لما نصومه شوفي تعالي كلي بعد رمضان تحسين بطنك متالمه، جسمك كله متعود انه بعد 21 يوم تنعاد برمجه العاده هذه. اذا سوي بشرط انك تسوينها مثل ما هي كل يوم في نفس التوقيت في نفس الوقت بنفس الطريقه. يقدر يتغير، يقدر، لكن إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. إذا هو ما في نية تغيير، سامحيني يعني بطول الموضوع هذا، المشروع هذا بيطول وياك. لازم هو يعرف ويكون فعلا حاس إنه يعني محتاج إنه يتغير لحفاظه على هاي الأسرة، محتاج. الله يوفقكم يا رب.